بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من هشاشة العظام ومن التهاب المفاصل، اليوم جبت لكم واحد المكون معجزة واللي المفعول ديالو كالسحر، أقوى من أي دواء في علاج الآلام ديال المفاصل، يعني كالركب، الظهر، الكتف، العنق، يعني الآلام الناتجة عن الهشاشة ديال العظام. فهاد المكون هذا هو البطاطا الحلوة، صدقوني إذا قلت لكم الآلام كتزول وكتختفي بمجرد ما كتناولوها، كذلك كتجبر العظم، والأقوى من ذلك والأكثر من ذلك هو أنها كتقوي لنا الجهاز المناعي، كتقوي لنا الذاكرة والبصر، كذلك العظام كتقويها وكتصححها، وكذلك صحة القلب، وكتساعد يعني بشكل كبير يعني في علاج القولون العصبي. الناس اللي عندهم القولون العصبي مفيدة جدا، وكذلك مفيدة للقرحة ديال المعدة، والناس اللي مصابون يعني بالسرطان فهي مفيدة لهم بزاف بزاف. فغادي نذكر لكم الفوائد ديالها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. فهاد الوصفة هذه ضروري تناولوها، اعطوها يعني لوليداتكم، الناس الكبار اللي عندكم في الدار، يعني اي واحد يتناول هاد الوصفة هذه، فيها بزاف ديال العلاج وبزاف يعني ديال الدواء، ماشي غير هادشي اللي ذكرت، كاين يعني بزاف ديال الفوائد عندها البطاطا الحلوة. فغادي ندوز دابا نبداو الوصفة ديالنا على بركة الله باش ما نطولش عليكم مقدمة. فقبل ما نبدا الوصفة، كنتمنى انكم احبابي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم لهذا الفيديو، حاولوا ماكسيموم توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، وكذلك ما توقفوش عندكم بارطاجيو هكا باش تديو الاجر، وكاع الناس اللي محتاجين بحال هذه الوصفة هذه اللي كيعانيوا يعني معاناة شديدة مع الالام ديال الالتهاب يعني المفاصل، يعني الالام ديال المفاصل. فشاركوا مع الناس اللي كتعرفوا هذه الوصفه باش ان شاء الله يستافدوا منها. غادي نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا، عندنا اول حاجه هي بطاطا حلوه اللي كنتكلموا عليها. بطاطا حلوه عندها بزاف ديال الفوائد، وهذه الوقت ديالها لانها زوينه بزاف، فكتكون في هذا الوقت هذا يعني كتكون في هذا الوقت كتكون كثيره، فحاولوا الماكسيموم يعني ان تستافدوا منها، يعني تستغلوها في هذه الوقيته هذه وتحضروا بها هذه الوصفه اللي غنشارك معاكم. وصفه سهله ولكن المزايا ديالها والفوائد ديالها بالنسبه للذات ديالنا راه كبيره، فهي كتعطينا ترفع لنا المناعه، تقوي لنا العظام ديالنا. الناس اللي عندهم العظام دغيا يعني دغيا كيتهرسوا او لا كيوقع لهم كسور، فمفيده لكم بزاف هذه الوصفه هذه. فاول حاجه كناخذوا البطاطا كنغسلوها من طبيعه الحال وكنقطعوها لدوائر كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، كنقطعوها بالقشور ديالها. فالقشور راه فيهم فوائد يعني كثيره اكثر من الداخل ديال البطاطا. من بعد ما غادي ناخذوا البطاطا غادي ندوزوا لثاني حاجه اللي هو السكنجبير او الزنجبير، يعني سكنجبير طري، فهو مفيد بزاف وعنده بزاف ديال الفوائد. فدارت دراسات مؤخرا اللي تبتات بان الزنجبير غني بزاف ديال الفوائد اللي كتساهم بشكل كبير في علاج الالتهاب ديال المفاصل. فهاد الزنجبير كيقضي على الالام ديال الركب، خصوصا الناس اللي عندهم الالام كتكون عندهم في الركب ديالهم ما يقدروش يتمشاو، فالزنجبيل مفيد بزاف في هذه الوصفه هذه. فيه فوائد يعني مضاده للالتهابات، كتحارب لنا الالام والالتهابات ديال المفاصل. فهذه الوصفه هذه غتشوفوا معايا يعني الطريقه كيفاش غادي تستعملوا ان شاء الله في هذه الوصفه. كتاخذوا واحد الطريف يعني واحد القطعه ديال الزنجبيل كيف ما كتشوفوا معايا، اللي كتكونوا غاسلينه من طبيعه الحال من قبل. فانا صراحه يعني كنشريه وكنغسلو وكنشفو وكنديرو في الثلاجه هكا، كيبقى مغسول يعني ما كنعاودش كل مره نقطع ونغسل، نقطع منه شي قطعه ونغسلو، يعني فاني كنغسلو من اول مره وهكا كنحتفظ به. فكنقطعو واحد اربع دوائر ديال الزنجبير كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، كنضيفوهم على الدوائر ديال البطاطا الحلوه وكنديرهم في واحد الكاسرونه كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نحتاجوا لواحد الكاس ونص، كاس كبير ونص ديال الماء بهذا الشكل هذا. فانا درت كاس وزدت هنايا زدت نص كاس ديال الماء، نص كاس كبير تاع الماء، يعني كاس كبير ونص ديال الماء كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندي هاد البطاطا يعني مع الزنجبيل حتى يطيبوا كيف ما كتشوفوا معايا، كتخليهم على نار متوسطه
المدة على حسب، يعني حتى كيطيبوا عاد باش كتقلبهم تلقاو البطاطا طابت كتحيدوه. اما الزنجبيل فهو كيطلق الفوائد ديالو فقط، يعني كتقلبوا غير البطاطا كطيب صافي. كيف ما يعني كتشوفوا معايا دابا، طابت البطاطا وطفيت عليها، خلاص راها بردات وشربات ديك الميهه اللي كانت باقه. يعني كتخليوها كطيب مزيان وكتشرب داك الماء ديالها. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البطاطا هي طابت، انا كنوريكم هنايا مرحله بمرحله باش ان شاء الله تصيبوا الوصفه وتنجح معاكم. واي واحد عنده هاد المشاكل هذه اللي ذكرت، ان شاء الله باذن الله راه الالم كيحيد وكيختفي، كانك ما كانت فيك حتى حاجه. اللي كان عندكم الالم ديال الركاب، الالم ديال المفاصل يعني باكملها، يعني اي مكان تي كيضرك، يعني عندك الالم في الكتاف او في العنق ديالك، في الركاب ديالك، ما كتبقى حتى شي حاجه. وصفه مجربه وعندها بزاف ديال الفوائد بالنسبه للذات ديالنا، هذا هو الاهم. ماشي عندها غير فائده، عندها فوائد كثيره. فهنا غادي تشوفوا معايا يعني الوصفه. خديت هذيك البطاطا درتها هنا في واحد الطبسيل كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. فبالنسبه للبطاطا الحلوه اللي خصكم تعرفوا هو انها غنيه بالمغنيسيوم، بوتاسيوم، اللي كي تعتبروا واحد المعدنا يعني ضروريا للحفاظ على التوازن ديال الفيتامين دي والكالسيوم في الجسم. وكيف ما كتعرفوا ان لا فيتامين دي يعني المصدر ديال الاساسي هو خاصنا نتعرضوا يعني لاشعه الشمس فترة طويله هكا باش نستافدوا من ديك لا فيتامين دي ديال الشمس. فهي اللي كتخلي لنا العظم ديالنا يعني ما يتعرضش للهشاشه. هنا من بعد ما خديت ديك البطاطا غادي نزيد عليها معلقه ديال العسل، لكن عندكم عسل النحل يكون احسن. كنديروا واحد المعلقه كما كتشوفوا معايا هكا على البطاطا الحلوه. من بعد غادي ناخذوا واحد المكون اللي حتى هو زوين بزاف، ومكون توا فيه فوائد كثيره يعني بالنسبه للذات ديالنا، اللي هو زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لزيت الزيتون مفيد بزاف ورائع يعني في هذه الوصفه هذه، غير جربوها وبغيتكم يعني تجربوها وردوا عليا الخبر. هنا يعني كنصائح اللي نبغي نقول لكم هكا باش ما تعرضوش لهشاشه العظام، حاولوا ما امكن انكم تعرضوا فترة طويلة لأشعة الشمس، كذلك يعني تناولوا مكملات ديال الكولاجين، تناولوا الغداء يعني اللي كيكون غني بالأوميغا 3 يعني اللي كيكون في الحوت يعني بشكل كبير. كذلك حاولوا ما أمكن أنكم تناولوا مكملات اللي كيكون فيها فيتامين دي، وبطبيعة الحال يعني باستشارة الطبيب. هذا الشيء اللي كاين، هذه هي الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا. كدير واحد المعلقه صغيره ديال معلقه كبيره ديال زيت الزيتون من الفوق، كديروها على البطاطا وهذا هو الشكل ديالها. كتناولوها، حاولوا انكم تناولوها يعني بزاف، دائما تحضروها فهي مزيانه بزاف، وغادي تلاحظوا ان شاء الله من تناولوها واحد المده، هذه واحد المده هكذا يعني واحد جوج ديال الاسابيع اسبوع، راه غتلاحظوا الفرق وغتحسوا بان كاين واحد التحسن كبير بالنسبه يعني لذاك الالام اللي كيكون في الركابي، اللي كيكون في كيجي في الكتاف، كيجي في كل واحد وفين كيجي داك الالام ديال المفاصل. كاين اللي كيجي في الكتف اللور، بزاف الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا. فنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، واللي هي وصفه مجربه وكتعطي نتائج صراحه يعني قويه يعني في علاج الالتهاب ديال المفاصل. كذلك كيف ما قلت لكم كتقوي الذاكره، كتقوي البصر، صحه القلب مفيده يعني للنساء، مفيده للرجال، مفيده للاطفال، الوليدات الصغار، مفيده بزاف هذه الوصفه هذه. فكيف ما قلت لكم تناولوا الاغذيه اللي كتكون فيها الاوميغا 3، كذلك تعرضوا للشمس يعني فترات طويله، مارسوا الرياضه، وحاولوا انكم تحافظوا على الوزن ديالكم ما يكونش زايد بزاف. فكل ما كان داك الوزن زائد داك الثقل تيهبط لكم على رجليكم وكيسبب يعني في الهشاشه حتى هو، يعني داك
داك الثقل ملي كيهبط على على الرجلين، فكيدي كيدير داك الالم ديال ركابي، حتى هو كيكون سبب يعني داك الوزن الزائد بزاف حتى هو كيكون سبب. هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفة هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، والله يشافي ان شاء الله الجميع، اي واحد مريض الله يشافيه. اللي بغات تسولني او اللي بغيت تسولني على شي حاجه مرحبا، خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه وفي امان الله.